يقول السائل: ما حكم استماع الأناشيد الإسلامية لقصد الدعوة إلى الله؟ ما هي بأناشيد إسلامية، ما فيه الإسلام، ما فيه أناشيد، فيه ذكر الله والقرآن والتسبيح والتهليل والدعوة إلى الله والذكر. ما الأناشيد هذه من شأن أهل الفن، نوع من الأغاني، ومن شأن الصوفية المبتدعة، فما نشتغل بالأناشيد ولا هي بسبيل للدعوة إلى الله. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ما قال ادعو إلى سبيل ربك بالأناشيد، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.